تحديات عديدة تنتظر فريق الزمالك عندما يستضيف نظيره إنبي باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري، كون المباراة هي البروفة الأخيرة لأبناء متعقبة قبل مواجهة تحديد المصير الإفريقي أمام شباب بلوزداد الجزائري بملعبه، والمحدد لها الجمعة المقبلة بالجولة 5 وقبل الأخيرة لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويبقى البرتغالي فيريرا المدير الفني في تحد خاص بشأن اتباع سياسة التدوير عقب الفوز على الترجي التونسي بثلاثية بدور الأبطال الإفريقية ثم مواجهة اليوم ضد إنبي بالدوري، حتى لا يستنفذ جهود القوام الأساسي للفريق قبل رحلة الجزائر والمواجهة الأصعب ضد شباب بلوزداد، فضلا عن رغبته في تجهيز بعض العناصر وفي مقدمتهم العودة المنتظرة لمدافع الفريق محمود الونش المتواجد في قائمة المباراة من خلال منحه بعض دقائق المشاركة لتجهيز لمواجهة بطل الجزائر. ووجد البرتغالي ضلته أيضا بالعودة لطريقة 4-3-2-1 في مباريات الفريق الأخيرة من خلال ثلاثية نبيل دونجا ورؤى وسيف جعفر بخط الوسط وثلاثية مصطفى شلبي وأحمد زيزو وسيف الجزيري بالخط الأمامي، وهو الشكل الأقرب أن يبدأ به فيريرا لقاء اليوم ضد إنبي عقب نجاح صفر جعفر بالقيام بمهمة الربط بين الدفاع والهجوم، وهو الدور الذي افتقده الفريق الأبيض منذ رحيل إمام عاشور. وتظل حراسة الزمالك تحت الأنظار خلال مواجهة اليوم بعد نجاح محمد صبحي في القيادة بدور صناعة اللعب من خلال التحول الهجومي السريع في لقاء الترجي الأخير ومساهمته بهدفين في تلك المباراة، وهو ما يرجح كفة صبحي بالاستمرار بالدفاع عن العرين الأبيض على حساب زميله محمد عواد بلقاء إنبي. فهل تنجح أفكار فيريرا في البروبة الأخيرة قبل رحلة الجزائر أم يكون للفريق البترولي رأيا آخر؟